السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نشرحوا الموقع ديال ادفلاي. هذا الموقع اللي كيمكننا من الربح عن طريق اختصار الروابط. الربح يمكنك ربح بعض الدولارات من اختصار الروابط واظهار الاعلانات. طريقه التسجيل فهي طريقه سهله جدا. سوف اقوم بالخروج من الاكونت الخاص بي، ثم يمكنكم هنا عمل جوينت ناو من هنا، ثم هنا تختار هل تريد شورت لينك كان تختار هذه ام ادفرتايز. يمكنك اختيار اللينك من هنا لاختصار الروابط من هنا، ومن هنا تقوم بعمل ريجستر، تختار اليوزر نيم ثم الايميل والباسورد الخاص بك، ثم عمل اكسبت هنا وهنا، ثم التحقق من انك لست روبوت، ثم ريجستر ناو. يقوم الموقع بارسال رساله الى صندوق البريد الخاص بك، تقوم بالذهاب اليها والنقر على كونفيرميت من اجل التحقق من الايميل. بعد التسجيل سوف نقوم بالدخول الى ادفلاي. سوف نقوم بعمل كونكت للاكونت الخاص بنا. اذا هنا لقد قمنا بالدخول. كما ترون فانا استعمل من قبل. هنا يعطيك الاحصائيات الخاصه بالروابط المختصره التي قمت باستعمالها. كما ترون هنا يمكنك وضع الرابط الذي تريد ان تقوم بعمل اختصار له. مثلا سوف اقوم باخذ هذا الرابط فهو بالمدونه الخاصه بي. هذا الموقع فهو يعمل بنسبه كبيره من الاشخاص الذين يمتلكون مواقع ومدونات. تقوم بوضع الرابط هنا والضغط على الريدريس. إذا كما ترون هذا هو الرابط، سوف أقوم بنسخه ويمكنكم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر إلى آخره من المواقع، وجلب الزوار يمكنك نشره في المدونة وجلب الزوار للمدونة. كل شخص يقوم بالنقر على الرابط الخاص بك فأنت تقوم بالربح عن طريق هذا الرابط. كما يمكنك الذهاب إلى هنا. سوف تجد هنا اللينك الخاص بالإحالات الخاصة بك. كل شخص يقوم بالتسجيل عن طريق اللينك الخاص بك فأنت تقوم بالربح عن طريق هذا اللينك. كما يمكنك وضع إشهارات في المدونة أو الموقع الخاص بك. مثلا تختار هنا نوع الإشهار الذي تريده ووضعه في المدونة الخاصة بك. أما بالنسبة للسحب هنا روتير، يمكنك تسجيل موقعك او تسجيل الرابط الخاص بك سواء عن طريق الباي بال او البيونير. يمكنك سحب الارباح الخاصه بك. اذا هذا كل شيء عن